إليكم موجزنا السعيد لليوم، وعسى أن تكون أخباركم كلها سعيدة. بعد أن كنا في حفل جوائز الأوسكار، نذهب إلى جوائز الراتسي الساخرة المعاكسة للأوسكار والتي تمنح لأسوأ أفلام العام، حيث فاز ليبرون جيمس اللاعب العملاق في الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة NBA بجائزة راتسي عن فئة أسوأ أداء تمثيلي خلال العام لأدائه السيء في الجزء الثاني من فيلم سبيس جام. يعني على الأقل يا لميس أخذ لقب في هذه المسابقة، حتى لو أسوأ جائزة. نعم بالضبط. قريبا قد تصبح قادرا على التحكم بالأشياء الافتراضية بأفكارك، فقد أعلنت شركة سناب أنها استحوذت على نيكست مايند. هي شركة ناشئة للتكنولوجيا العصبية مقرها في باريس، وقد قامت بتطوير عصابة رأس تتيح لمرتاديها التحكم في الأجهزة كفتح قفل شاشة الآيباد مثلا بواسطة الأفكار فقط. انضمت نيكست مايند إلى سناب للمساعدة في دفع جهود بحث الواقع المعزز على المدى الطويل داخل سناب لاب. تتمحور الفكرة حول أن هذا النوع من المنتجات قد يصبح يوما ما مفيدا بطريقة مشابهة لكيفية تغيير الهواتف الذكية لحياة الناس. نبقى في التكنولوجيا وخبر سعيد ومفيد آخر، فقد أعلنت شركة جوجل عن أحدث خطط لاستخدام الهواتف الذكية لمراقبة الحالة الصحية لمستخدميها. الشركة ستختبر ما إذا كان تسجيل نبضات القلب والتقاط صور لمقلة العين يمكن أن يساعد الناس في اكتشاف مشكلاتهم الصحية في المنزل، وتجرى اختبارات لمعرفة ما إذا كان الميكروفون المدمج بالهاتف الذكي يمكنه قراءة دقات القلب وهمهماته. أطفئت الأنوار في المعالم الشهيرة بجميع أنحاء العالم من أجل ساعات الأرض، الحدث الذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة لمدة ساعة ويقام سنوياً في يوم السبت الأخير من شهر مارس بهدف زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ. ومن هذه الأماكن التي صادها الظلام في النسخة 14 من ساعات الأرض برج إيفل ومتحف اللوفر في باريس ولندن آي وبوابة براندنبورغ في برلين. إلى محبي الآيس كريم، خبرنا السعيد هذا يخصكم، إذ يبدو أن تناول نصف لتر كامل من المثلجات لن يضر بالصحة كما كنا نتوقع، فلا داعي للشعور بالقلق. فقد استطلع موقع إيدسنا ذات أراء خبراء تغذية حول ما إذا كان نصف لتر من المثلجات يضر بالصحة، وكانت الإجابة بالنفي طالما أنها لم تصبح عادة غذائية. يعتقد الكثيرون أن نصف لتر من المثلجات يكفي لرفع نسبة السكر في الدم، لكن تكمن المفاجأة في أن تلك الكمية لا تعتبر كبيرة.